السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وجزاك الله خير يا فتحي ابن عثمان. وأنت يا سعد الصعيدي جزاك الله كل خير. نعم. بارك الله فيك يا أخ صلاح الدين. نعم حارك الأسئلة عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخونا الفاضل. تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أشعك جدا بأن قدرت أوصل لحضرتك. الله مولانا. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك. تفضل. أسألك يا شيخ بالدعاء أن يرزقنا الزوجة الصالحة. جزاكم الله خير. الله يرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. ومن فضلك يا مولانا لولدي بالرحمة المغفرة جزاكم الله خير. الله يرحمهما جميعا يا رب وأمتنا وأمات المسلمين. جزاكم الله خير ومنفعكم الله بالصحة والعافية يا مولانا. وإياكم. تفضل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا استاذ سعد السويدي. تفضل. الله يسلمك. سمعت سؤال النهارده من احد الافراد على موضوع الذهب، ان هو بيسيب الذهب بتاعه عند التاجر وبيكلمه بالتليفون، السعر ينزل يقول له بيع لي، السعر يطلع يقول له بيع لي، السعر ينزل يقول لي اشتري. يعني يوكله في البيع والشراء كوكيل تاجر. ايوه يوكل تاجرا في البيع والشراء. تمام. بس هو ما بيكونش حاضر وما بيروحلوش، ممكن يقعد الذهب عنده بالسنه على الوضع ده. عفوا، هو بيقول له بيع لي. نعم. جعله وكيلا. نعم. جعله وكيلا. تمام. فلا مانع ان توكل شخصا في البيع والشراء. لا عنك. المقصد ان هو التاجر ذات نفسه. من اقصد هل التاجر هو الذي سيشتري؟ سيشتري. هو اللي بيشتري يا شيخنا. لا يعني انا من الاسف هو في المحل بتاعه، هو السوق البورصه السوق الذهب طلع بيقول له بيع لي. ايوه. ونزل بيقول له اشتري. اصبر بس علي بس. اتفضل. ما هو اذا كان اذا انا اقول لك بيع لي واودعت عندك وديعة الذهب وقلت لك بيع لي، فانت قلت حاضر هبيع لك. تمام. وبعت لي، عليك مشكله؟ بعت لشخص اخر يا شيخ. أيوة. انا التاجر. انا بفصل لك، افهم بس الاول. تمام. في مشكله ان انا اوكلك تبيع لي؟ لا لا. في بقى جزئيه ثانيه الحديث عنها، هل يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه؟ هل يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه او لا يجوز للوكيل ان يبيع لنفسه؟ تمام. فهنا قولان للعلماء: إذا كان سيبيع لنفسه
كسائر البيع والشراء في السوق، نعم وبإطلاع صاحب السلعة على ذلك لا بأس. تمام، ده رأي من الآراء القوية، لكن يبقى النظر في الجزئية الثالثة. الجزئية الثالثة لما يقول له بيع لي، هل سيجنب القيمة في الحال؟ يعني هل بيع لي هذه القطعة من الذهب الآن الجرام ب 2000 جنيه مثلا، قال بعتك هذه القطعة وثمنها 100 ألف، خلاص جنب ال 100 ألف على جنب في الحال بعد البيع، ما في مشكلة الآن، في الحال جنبها على جنب ليس بالآجل، لا يجوز بيع الذهب بالآجل. هو لا يجنبها يا شيخ، هو بيدخلها في الشغل بتاعه وصاحب الذهب عارف. على كل حال إذا الوكالة جائزة، ما نستطيع نمنع الوكالة. مسألة هل يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بالضوابط التي ذكرت؟ هل يجوز بيع الذهب بالأجل؟ لا يجوز، لازم التقابض في الحال. هل يجوز للوكيل أن يقبض عني؟ نعم يجوز للوكيل أن يقبض عني. جزاك الله سلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ محمد حسان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف فضلت الشيخ، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. رجل يسأل، عنده يقول عنده فسقية بها عينان. عنده فسقية بها عينان. عين يعني قبران، يعني قبران. نعم، جبان. عين يدفن بها الرجال والأخرى يدفن بها النساء. طيب وبعد؟ لكنها تريد للترميم، تهدمت وتريد ترمم، والموتى فيها منذ زمن من بعيد تحللوا أصبحوا عظام، فيريد الآن أن يرممها، فيسأل ماذا يصنع بهذه العظام؟ يجمعها في شيء موقر، وبعد أن يرمم يضعها ثاني في القبور في جنب. حديث كسر عظم الميت شيخ، الصواب فيه الوقف، كسر عظم المؤمن حيا ككسر عظم ميتا ككسر عظم حيا، الصواب فيه الوقف. نعم، يعني هذا لا يدخل في هذا النهي. هو ما كسر، هو تعمد يكسر، هي أصبحت رميما تلقائيا، أصبحت ضعيفة. نعم، ما تعمد أن يكسر. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك محمود يوسف، بارك الله فيك، وأنت يا حمود ابن يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، مبارك. الحمد لله بخير. بعدين مع حضرتك، بس كنت عايز أفهم إيه الفرق بين الروافض والخوارج؟ لا، الروافض يغالون جدا في محبة آل البيت غلوا خرج بهم عن الحد، ويرفضون أبا بكر وعمر ويلعنون أبا بكر وعمر. أما الخوارج فطبعا الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب. أيوه. يعني من ناحية علي بن أبي طالب، الروافض يعظمونه جدا تعظيما خرج عن حد الاعتدال، والخوارج يكفرون علي بن أبي طالب ومعاوية وعثمان رضي الله تعالى عنهم. الخوارج لهم منهج في تكفير الناس عام من الروافض. الروافض قضيتهم الغلو في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من خرج عن هذا الحد أيضا، ولجأ إلى دعاء غير الله، يدعو الحسن والحسين وعليا وفاطمة من دون الله. أنت فهمت؟ أنا فهمت، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ، حكم تقسيط زكاة حلية متراكمة لعدم وجود سيولة. تكون في الذمة ما في مشكلة، بس أنا أنصح تبيع جزء منها وتخرج دينها. طيب لو هي زي ما حضرتك بتقول هتخليها في ذمتها، وكل ما يبقى معاها ملة هتدفع، تمام كده؟ والله هو مش تمام أوي، يعني ده اللي أنا أقول، يعني الأصح تبيع جزء منه وتخرج زكاة مالها. تمام، جزاك الله خيرا. حياك يا أخت الله. مرحبا شيخ محمد نصار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. معايا أخ يا سيدنا عايز أسألك سؤال. تفضل. وصلتك يا مولانا. الحمد لله. تفضل.
مولانا بالنسبه لنقل الموتى في اخ امه موصيه يدفنها جنب ابوه. امه قبور جماعيه. امه اوصته ان يدفنها بجوار والده في قبر الرجال. والقبر ده اتملى يعني خلاص هو كده ما فيش مكان تاني، فجت تحوش حد من اللي جنب ابوك وحط منها مكانه. لا يلزم تنفيذ الوصيه. لا يلزم يا سيدنا. ايوه. تنفيذ الوصية ليس بلازم لأن أصلا قبور الرجال للرجال وقبور النساء للنساء، مع أن يعني الشريعة كل واحد في قبر، لكن عندنا أعرافنا مش ماشية كده للأسف الشديد، ماشية مخالفة للأسف للشرع في المقتضية يعني. ما هو أيوه، لكن أيضا الأعراف سارت عليه الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. نعم. بس. وجزاك الله خير يا اخ مصطفى الجهدي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك فيك، بالله عليك دعواتك يا شيخنا، دعواتك ان يا ربنا يرزقنا الزوجه الصالحه بالله. الله يهيئ لنا ولك من امرنا رشدا يا رب. اللهم امين، الله يبارك لك يا رب. الله يبارك يا رب واياكم. سلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه فضل الشيخ إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك سيدنا. وعنك رضي يا ربي. اللهم أمين. حضرتك أنا مأموم في الصلاة السرية والإمام أطال في القراءة وأنا خلصت أقرأ سور أو أذكر أو أسكت؟ أقرأ سور أخر. جزاك الله خيرا. وإياك ولك بمثل الشيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك، تفضل. أسأل الله أن يغفر لك. ولك. اللهم آمين يا رب. بعد إذن حضرتك، المولود عندي يونس إن شاء الله مولود. بأمر الله كان أنا ولد يوم الاثنين الساعة 11:30 صباحا. ولد يوم الاثنين 11:30 صباحا. نعم. الحقيقة يوم الأحد. يوم الأحد. طيب لو يجوز أذبح مثلا يوم الأحد وتطعم يوم الاثنين ما في مشكلة، القضية في الذبح. العبرة بالذبح. أيوه. جزاك الله خير الجزاء. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. انا كنت كلمت حضرتك من فتره، كنت بعمل في فندق وحضرتك قلت لي شوف عمل الافضل، والحمد لله ربنا رزقني وعمل الافضل وتركت اللحيه والتزمت الحمد لله. الحمد لله. والان بامر زوجتي بلبس الخمار وعدم لبس البناطيل، فالامر حصل فيه خلاف وسابت البيت واهلها واقفين معاها، وبقول لها على لبس البنطلون حرام، لا مش حرام. طب لبس الخمار تمشي بالبنطلون في الشارع؟ ايه؟ تمشي بالبنطلون في الشارع؟ بص، هو بنطلون جينز واسع، هو بنطلون واسع وبتلبس عليه حاجه بتبقى نازله تحت الركبه اوقات واوقات فوق الركبه، ولكن هو البنطلون واسع يعني في اطفال. واسع في اطفال ازاي يعني؟ مش فاهم. هو بنطلون يا شيخنا. خلاها يا اخي، خلاها تلبس لبس محترم يا اخي. ما الموضوع دلوقتي واقف على عناد ما بيني وما بينها، هي مش موافقه خالص على حتى لبس الخمار يعني. انا قلت حتى مش عايز لبس الخمار. خلاص الله يسهل لك ويسهلها، ان يتفرق يغني الله كل من سعته. حتى مش عايز تلبس الخمار. هي لابسه بتلبس طرحه ولكن مش خمار. قلت لها في الاول الخمار وبعد كده. يا اخي النقاب. انا بسالك سؤال الان. اتفضل. هل انت اذا قلت لها البسي ثيابا واسعه والبسي شيئا ساترا على راسك، هل انت تامرها بخير ام تامرها بشر؟ بامرها بخير وقلت لها انا اذا امر الزوج زوجته بالخير، تطيعه ام تعصيه؟ تطيعه. خلاص، عليها ان تطيع في هذا الباب، لأن ما أمرها بمعصية الله، بل يشكر الزوج الذي يأمر زوجته بمثل هذا. بارك الله فيك، اتخذ موقفا قويا
لا تكن الموضوع حزينا. دلوقتي كده وصل للطلاق يا شيخنا، والله انا مش لن اقبل على زوجتي تكون بهذه المثابة. وانا عشان كده مش موافق باللي هم عايزينه، ولكن في ولد سنة ونص وحامل انت في بنت. بقدر مصالحك والمفاسد. الله يسلمك. السلام عليكم. يا رب السلام. تفضل. ما معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ فلا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، يعني أقيمت الصلاة لا آتي وأنوي صلاة سنة، لا أدخل لو أصلي وأقيمت الصلاة. إذا كنت تصلي وتكمل الصلاة فربي قال ولا تبطلوا أعمالكم، كملها متجوزا فيها. متجوزا فيها حتى لو بدأ الإمام في الصلاة؟ ها؟ حتى لو بدأ الإمام في الصلاة تجوز في الصلاة وأدركه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. ألو. ألو إيه يا عم، صلى على النبي كده قول السلام عليكم. لسه ألو. وعليكم يا شيخنا. عليكم السلام. أنت راجل طيب. إيه ألو. غفر الله لك. ولك غفر ربي وللسامعين والسامعين. أنا مبسوط والله، بس يعني فتحت صدمة إن تكون فتح يعني. تفضل. لو واحد ثلاث طلقات بكلمة واحدة أو بطلاق واحد. واحدة فقط. واحدة فقط؟ نعم واحدة فقط. تمام يا شيخ، جزاك الله خير. الله يكرمك. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما عافي. بارك الله فيك يا شيخ هاني بن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ. تفضل. الله يكرمك، انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكرمك يا شيخ، كنت عندي سؤال كده معلش. اتفضل. حضرتك كنت بتقول ان صلاة التهجد مش بدعة، صح؟ صلاة التهجد مش بدعة؟ وفي احد في المسلمين قال صلاة التهجد بدعة؟ اه في مسلم يقول صلاة التهجد بدعة؟ في شيخ هنا برضه يعني فاهم في الدين كده بيقول صلاة التهجد بدعة عشان النبي بدعة ليه بس؟ ده ربنا قال للنبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ماشي، ما انا بقول له كده، بيقول لي هو التراويح هي التهجد هي قيام الليل هي كل حاجة. ما في المشكلة، ما سماها الله ماذا؟ التهجد لوحدي بعد ما تصلي التراويح وتصلي الثاني بيقول ده بدعة عشان النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الأمر فيه ساعة، يا أخي الأمر فيه ساعة، من كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أوله ووسطه وآخره، وقد قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إذا كان يقصد الاسم في اسم التهجد أولى من اسم التراويح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. بقول لحضرتك الخط اللي بيتعمل في الصفوف عشان الصف يستوي، هل في مشكلة؟ لا أبدا، هذا لتسوية الصف، والنبي قال سووا صفوفكم. سمعت الشيخ أبو إسحاق قال من لناش دخل بالشيخ فلان ولا علان الآن كده، أنت لا تحرق وتضرب كلام الشيوخ ببعضها. أنت تسألني عن الخط في المسجد اللي ضبط الصفوف أمر فيه ساعة. ليه حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملوش رغم كان ها؟ ليه الرسول؟ كان شيء، هو كان في مسجد الرسول موكيت ولا حاجة. تمام. ما كانش في موكيت ولا حاجة في مسجد رسول الله. شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا اشتريت طاقم من ذهب، طاقم من فضة. لما رجعت للبيت لقيت الرمز اللي عليه قالوا لي حرام. يعني رجعت لعند الحانوت لماذا قالوا لك حرام؟ نعم. فيه رمز ورقة الرسيم تشبه الرمز المسيحي. فيه صليب يعني ولا ايه؟ لا فيه ورقة الرسيم. ها؟ والورقة دي تشبه ساعة القسيس، لا ادري رمز القسيس. وردة. انا رجعتها للحانوت للبائع. وقال لي لن ارجع لك المال، خذي شيئا بدلها. اخذت ختم لكن ختم اقل، زدت اخذت خاتم اخر لكن كان خاتم لازم يزيد له مال.
لما قلت له حرام هذه ريبة لازم ترجع لي الأموال وأنا أشتري من جديد، قال لي لا أنت رجعتي لي السلعة بتاعي لم أشتري عليك، يعني أنا خايفة أن لا 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 ممكن ممكن تكون هذه صورة مستثناة لأنه ليس بيعا جديدا، هذا استبدال. نعم لكنني زدت له مال. لا ندخله في بيع جديد المنشأ، بس اخترتي يعني رددت شيء واخذت شيء مكانه، يعني ممكن لا نعتبره بيعا جديدا، لن نعتبره بيعا جديدا ما دام المسافة متقربة لا يعد بيعا كذا بالشكل هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. عن زيارة القبور للنساء. ايوه رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر. ورد أن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى البقيع فتبعته عائشة إلى هنالك تنظر أين ذهب، ووصلت البقيع. أيضا الحديث الذي احتج به المانعون حديث رسول الله لفاطمة من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك. حديث منكر، حديث لعن الله زوارات القبور، فمن العلماء من يضعفه ومنهم من يقول إنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مات أخوها عبد الرحمن ذهبت إلى قبري فزارته فقيل لها يا أم المؤمنين ألم يكن النبي نهى ذلك؟ قالت نعم نهى ثم رخص لنا في ذلك. فمن المهم أن نقول أنه ناسخ الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الناسخ للوارد في المنع. ويرى جمهور العلماء جواز زيارة النساء القبور إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة، والله أعلم. يعني علي وزر لو انا زرت القبور بنيه زياره القبور بصفه عامه مش لازم اخاف؟ لا ما عليك وزر ولا حاجه ان شاء الله، ما عليك وزر. ما علي وزر. ان شاء الله. بس تجتنب البدع وتجتنب الفتن. يعني ما فيش راجل يروح هناك واحتكاك بين الرجال والنساء، او تجتنب البدع. بارك الله فيك. شكرا. أهلا بك يا أحمد أبو المجد وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. رب دايما أحسن حالي يا رب. يا رب وإياك. إن شاء الله. لو سمحت لو في واحد بيصور عفش وتصميمات عفش يعني أو بينزل صور من على النت ناس مشتراها وناس عاملاها وبيروح يقلد زيها بره، ده حرام؟ او لو هيروح يقلد زيها بره ويعملها عنده في البيت بدل ما يشتري جاهز، هيصور تفصيلة صالون مثلا او تفصيلة اوضة نوم ويعملها عند حد صنايعي بره بدل تكلفة اقل، فده حرام ولا؟ انظروا الى العرف التجاري في هذه المسائل. يعني انا مش عارف يعني اظن ان الامر فيه يسر، لكن ايضا نحب ان ننظر الى العرف التجاري والصناعي في هذه المسألة. لأن ما فيش حد أعرف منه، يعني أنا عايز أعمل حاجة في شقتي فقدامي مثلا خيارات دي أصل الأشياء الخفيفة بيقف عنها دايما. يعني حبيت أعمل لكن الكلام على إذا كنت هتعمل زي كده وتنزل منتج كتاجر منافس هو يرفع يعني يرفع قضية عليك عند هيئة المواصفات. إذا مسكت واحدة ولا اثنين على قدر حاجاتك لا بأس. يعني افهم يعني في واحد صمم كوبا مثل هذا تمام وهذا الكوب اخذ علامه تجاريه تمام وجاء واحد صنع كوبا مثله وبدا ينافسه في السوق، الشركات الحكومه في شركات القياسات والمواصفات بتكون قضيه تنظر اذا كان يعمل كميات كبيره اذا كان واخذ بها يعني
علامة تجارية، والله أعلم. اسأل الأعراف، لكن الأشياء اليسيرة معفون عنها. تمام، أنا خلاص أنا فهمت كده الحتة اللي أنا كنت بسألها بتاعتي أنا، بس زيادة علم بس، يعني لو الموضوع تجاري دي مش من الأمانة. إيه؟ لو الموضوع تجاري دي مش من الأمانة. لو الموضوع تجاري دي مش من الأمانة. تمام؟ موضوع تجاري، شوف شوف العرف التجاري ايه في المسألة. لو كنت غرفة غرفتين على القدر اليسير لا بأس. شكرا، بارك الله فيك يا تامر الشربطلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فضيلة الشيخ، أريد الاستفسار عن صحة حديث ان يعني فيما معناه ان البيت يكون فيه سرير للرجل او فراش للرجل وفراش لامرأته او زوجته والثالث للضيف والرابع للشيطان، هل هذا حديث صحيح؟ نعم صحيح. طب يا شيخ دلوقتي، لكن عفوا عفوا، نعم ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فراش للزوجة وفراش للزوجة والثالث للضيف والرابع للشيطان، لكن ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام مع زوجته على سرير واحد، ينام مع عائشة على سرير واحد، قالت فكان أحيانا يظن أني قد نمت فينسل انسلالا خفيفا ويقوم يصلي ويقوم ويصلي. وأيضا نام الرسول مع ميمونة رضي الله عنها في طول السرير، ونما ابن عباس في عرض السرير. نعم، فهذا وارد وذاك وارد، لكن مثلا في زوج مثلا من طبيعته الشخير الزائد على سبيل المثال، او زوجة العكس طبيعتها الاخراج الهواء معروف الكلام ده اثناء النوم، فالزوج خلاص قضى حاجته ثم انصرف، ما فيها مشكلة. الآن الكلام ده غلط عبد الرحمن ولا فيه؟ الوصف يعني الغطيط يقول كده، يقول هذا وذاك، لغة تتحمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل يا حبيبي. بقول لحضرتك صحة حديث ما من عام إلا والذي بعده أشر منه، ده صحيح؟ لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أنس يقوله قل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهذا بلا شك تفسير وتفصيل، قيل هذا على وجه الإجمال على مستوى العالم، وإلا ففي بلاد العام هذا خير من الذي قبله، وبلا شك أن زمن عمر بن عبد العزيز كان أحسن من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فإما أن يقال أن هذا أمر أغلبي في الغالب، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والحديث الوردة في الفتن، ولا يمنع أن تكون هناك بعض الاستثناءات في بعض الأزمان كزمن المسيح عيسى خير من زمن الدجال الذي قبله بقليل. الله يكرمك، بارك الله فيك يا بلبلة الأوراس. ولا أدري ما بلبلة الأوراس، الورس الورس لون الورس ماجي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. مصطفى نعم. لو أنا أخذ 10 حبوب أدوية. نعم. لو أنا يا شيخ أخذ حبوب أدوية. أنت تأخذ حبوب أدوية؟ 10 حبات في اليوم. تأخذ 10 حبات في اليوم؟ آه. الله يعافيك من عندي يا ابني. والله يا شيخ أدوية نفسية والله. ها؟ أدوية نفسية. أدوية كثير؟ أدوية نفسية يا شيخ. مش سامع والله يا أخي. بقول لك أدوية نفسية. أدوية نفسية. 10 حبات. الله يعافيك من عنده. الله يعافيك من عنده. إذا ربنا يشفيك يا أخي. نعم. الله يعافيك من عنده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار فضيلتك، لعلك بخير، جزاك الله كل خير. وياك، تفضل. عندي استفسار، الحين في أسعار المطبوعات والكتب الخارجية
إذا كنت ستطبع نسخة لك فقط تصويرا لا بأس، لكن ستتاجر فيها لا يجوز لك أن تظلم الناس. لا مش ذلك يا أستاذنا، أنا بتكلم على المذاكرة، والمذاكرة من خلال الكتب الإلكترونية، النسخ الإلكترونية من هذه المطبوعات، جائز ولا غير جائز؟ شايف للضرورة جائز مع ارتفاع أسعار المطبوعات الحين. والله أعلم. أجبتك. نعم أجبتك، أرى أن هذا للضرورة يجوز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله يا شيخنا والله. حبك الله. بقول لحضرتك اللي عنده ذنب كبير مش عارف يتخلص منه، مش عارف يتخلص منه خالص بصراحة يعني، وخايف يعني وما بعمله بندم. اسأل الله أن يصرفه عنك وانتقل من مكان الذنب بعد ذلك. هو المشكلة مش مشكلة مكان، المشكلة مشكلة نفس. بقول لك اهو الان تبع نوع الذنب، ذنب متعلق بالنساء ابتعد عن مكان المرأة، تزوج. ذنب متعلق بالسرقة ولا شيء، كل ذنب له طريقة النجاة منه بعد سؤال الله العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يغفر لي ولك، تفضل. ربنا يديك الصحة يا مولانا. يا سيد، بس يعني متى يكون بيع التقسيط حلالا ومتى يكون حراما؟ إذا كنت أملك هذه السلعة. نعم. أنا أملكها وجئت أنت تشتريها مني. نعم. فأقول لك هذه السلعة على سنة بألف، على سنتين بألفين، نقدا بخمسمائة، كل هذا جائز. نعم. أما إذا قلت لك أنا لا أملك السلعة وأنت تقول تعال معي اشتري لي سلعة من الدكان أشتريها لك وأبيعها لك وقسطها عليك، هذه حيلة من حيل الربا. طيب تمام. الله يبارك وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل، الله يزيدك من فضله. الله يكرمك يا شيخنا. بقول لحضرتك يا شيخنا، دلوقتي الواحد لما بعد ما بلغ مثلا قعد سنة سنتين ثلاثة ما صلاش. عليه الإعادة إذا تاب إلى الله، لأنه مسؤول عن الصلاة، والنبي يقول دين الله أحق أن يقضى ويقضيها على الوجه المتيسر له. نعم. طب وبالنسبة للصلاة في المسجد الحرام تعاد المدة؟ لا يجوز لك أن تذهب وقد تركت الصلاة لمدة سنة وتقول أنا أصلي صلاة واحدة في الحرم تجزي عني، ليس هكذا، لا يجوز. يعني هذا في الأجر، في الأجر فقط. الله يكرمك. لكن لا تجزي في الفريضة. طيب عندي هكذا، لا يتصور كذا. نعم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى ربنا يطمنا عليك، ربنا يبارك لك يا رب. يا رب وإياك. بعد إذن حضرتك عندي حاجة بسيطة كده كنت عايز أستفسر عليها، مدى الحلال من الحرام فيها. اتفضل. في أنا كنت عايز مبلغ كده معين من المال، ففي شخص هو مارس فلوس قريب مني يعني، فأنا كنت هاخد منه المبلغ ده، والمفروض إن أنا هرده له بالاتفاق ما بيننا مثلا كل شهر قد كذا، وهو مرضي وأنا مرضي. يعني أترده، أترد له كما هو ولا ترد له مع زيادة؟ لا هرد هو كما هو، بس هي المشكلة مش هنا يعني، أنا هاخد منه رسم هيرده زي ما هو على مدة، بس هي المشكلة مش هنا، المشكلة إن أنا خايف إن المال ده يكون داخل فيه فوايد من البنوك، يكون هو أصلا هو الرقم ده هو ورثه، هو ما يعرفش. مالك دخل، أنت متنطع كده أنت متنطع. أنا خايف، أنا بخاف من الفلوس الحرام. يا حبيبي بلاش وسوسة، مش عاجبك ما تستلفش منه، ده انت ستظلمه الان، لان قيمة الجنيه المصري في انخفاض. وانت لو ورع قل هذا الذهب، خذ منه جنيه ذهب ورده له جنيه ذهب. طب تمام. طب وبالنسبة للمصدر الفلوس اللي هو ورثها، مالك دخل؟ هو ورث فلوس بس انا مش عارف مصدرها. يا اخي مالك انك تسأل يا اخي، ليس لك ان تسأل.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هادي يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف؟ نعم 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 والف نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحال طيب، الحمد لله بخير. نسألك الدعاء لنا يا شيخ مصطفى من عليك بالسلامة. الله يوفقنا وإياك ويسهل أمرنا وأمرك. اللهم آمين يا رب. يا رب. يا شيخ مصطفى. ولك بمثل يا أبا الأرقم، حفظك الله وسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل. ولك بمثل يا دكتور عمرو. شيخ أنا طبيب حديث التخرج، يعني لسه في فترة الامتياز. طيب هل يجوز أن أنا أعمل في مستشفيات الخطة علما بأن ده غير مصرح؟ يعني إذا كان غير مصرح لك بالعمل كيف تعمل وكيف أفتيك أن تعمل وقد تعالج شخصا فتقتله؟ ما حتى لو كان عندي مثلا دراية بالشغل أو كده. الحكومة تقول لك خذ الشهادة واشتغل، وهي لم تخطئ في هذا الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مصطفى. اتفضل يا حبيبنا. الله يحفظك ويرضى عنك. وياك. عندي بالنسبة سؤال، أنا معايا فيزا تمام من أحد البنوك يعني في مصر. الفيزا دي فيها حسابين، فيها حساب الجار وحساب التوفير. حساب التوفير انا بحط فيه فلوس عشان انا ما بقدرش اعمل ايداع مثلا عن طريق الانترنت مثلا او ادفع اي حاجه في المشتريات غير عن طريق التوفير. اما الحساب اللي هو الجاري بدون عائد ما ينفعش احط فيه فلوس. طيب ما السؤال؟ تمام السؤال دلوقتي في 100 جنيه تمام جت زي نظام زياده كل 3 شهور. تخلص منها. تمام بالنسبه للفلوس اللي تدخل على حساب الجاري ديت اعرف هم كام في الاخر واتصدق بيهم ولا ايه؟ لا باس اتصدق بيهم على سبيل التخلص منهم. تمام سيدنا. بالنسبه للسؤال الثاني معلش لو كده عند حضرتك دلوقتي، لو انا عندي حد ماشي اخويا وعنده بنت تمام، والبنت ديت هو عايز يختنها، وطبعا الختان فيه شويه اضرار كتير بحث عن النفس، اضرار نفسيه وحاجات زي كده، وهو مصر على ذلك، فبما انصحه؟ مالك دخل بيه، اتركه وشأنه. لا انصحه يعني؟ اتركه وشأنه. تمام يا سيدنا جزاكم الله خير، الله يحفظك. السلام عليكم. لا انصحه يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك دلوقتي، أنا كنت واخدة كارد وبعدين عايزة أسدد الكارد ده يعني بس مرة واحدة، عشان هو المفروض أقساط، بس عشان أسدده مرة واحدة هدفع عليه 5%، فهل أسيبه ولا أسدده مرة واحدة مع العلم يعني إن هو عامل لي ضرر شهري؟ يا عبد الرحمن نعم؟ معلش أعيد السؤال. دلوقتي كنت واخده كارد فانا بدفع عليه قسط شهري بشكل شهري لحد ما الكارد يخلص، فدلوقتي عايزه اسدد الكارد ده مره واحده، الاقساط اللي باقيه اسددها مره واحده بس هيزودوا على النسبه اللي باقيه 5% زياده. يعني المفروض يخفضوا؟ لا 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 بيزودوا. خلاص امرك الى الله واخلصي منه. اذا كانوا هيزودوا لك انت خلاص طبقي، ما دام كده كده الربا ثبت استغفر الله وسددي في المواعيد ما دام سيزيد عليك المبلغ. بس هو بيسبب لي ضرر شهري، يعني انا لو سددته مره واحده يبقى بالنسبه لي افضل، بس لو حرام خلاص سددي مره واحده يكون افضل لك الحمد لله. يعني سدد مره واحده. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يا شيخ انا ابني يبلغ من العمر 14 سنه. الله يبارك في عمره. وهو حلم بالنبي عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه واتم التسليم. بيقول ان هو شاف النبي يعني في ارض فاضيه وهو بكى وبعدين صحى من الحلم. طيب كم عمر الولد؟ نعم. كم عمر الولد؟ 14 عام ويحفظ من القران لحد سورة هود وهو مؤذن في المسجد يعني ربنا. طيب الرسول شكله ايه؟ ما صورة الرسول الذي راه ابنك؟ هو قال ان هو كان لابس عمامة وكان شعره من ورا باين كده
لابس عباءة لونها تقريبا بيج او بني، ابيض يعني، هو ما بيقولش غير هو جميل يعني، اكتر من كده ما بيقولش. لا لابد ان اذا راى اذا ادعى شخص انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهناك ضوابط. اولا ان يكون المخبر صادقا، المخبر صادقا. ثانيا ان يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. الرسول ابيض، اذا رأيت اسود ليس هو الرسول. الرسول وسط بين الطول والقصر، اميل الى الطول، غير كده يكون ليس الرسول. الرسول على خلق عظيم، اذا رأيت بذيئا ليس هو الرسول. رابعا الا يأمره بشيء يخالف الشريعة. تبارك الله فيك. هو ما كلموش يا شيخ. خلاص انا قلت لك اهو. تمام. ما اتى باوصاف الرسول، ابنك ما اتى باوصاف الرسول. هو بس خلاص. النهاية ايه يعني النهاية؟ هنقول خليه يملك لابنك مقام يعني، ولا قبر، ولا ايه؟ مش الله يوفقه خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. هل يمكنك ان تسألني في سورة النمل؟ النمل؟ السورة فقط النمل؟ نعم. الله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا خير أما يشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وأنزل، أعيدي، وأنزل. أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حسبك. فلما جاء سليمان قال أسجد. سليمان. اضبطي. نعم. اضبطي. فلما جاء سليمان قال أسجدونني بمالي فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. حسبك. بارك الله فيك. 50 ريالا من أبيك اليوم لأنها صورة واحدة. 50 ريال سعودي من أبيك لأن صورة واحدة يا سارة، صورة واحدة 50 ريال. إذا كان الجزء كله كنا قلنا لك 150 ريال. جزاك الله خير. قولي الله يكرمك وقولي لأبوك يا أبا أمي لا علي فضل يا أبا حفظتني 3 ريال يا أبا ينفع. جزاك الله خير. وياك. أين أخوك الصغير الذي يريد أن يسمع؟ مش هيسمع النهارده، هيسمع بكره. قل إن شاء الله. يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يصلح حالنا وحالك يا رب. يا رب امين. الله يكرمك.
ربنا سبحانه وبحمده يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. طيب هنا يا شيخ برضو أكمل الذين هم على صلاتهم إلى آخره. يفترض أن المصلي المداوم عن صلاة المتصف بالصفات المذكورة لا يهلع ولا يظن أن ولا ييأس لا يهلع ولا ييأس. كل مصيبة لها انكشاف بإذن الله بإذن الله، إنما العسر يسرى. طب الواحد ساعات يا مولانا برضه مع ضيق الحياه والكلام ده كله بيبقى في الصلاه مثلا هو مش عارف ضعف ايمان، اجتهد ايمان. السلام عليكم. وعليك الله يا حضرتك سيدنا. الحمد لله، اتفضل. بارك الله سيدنا. ما حكم اللي يسمع واحد بيسب الدين عياذ بالله؟ ينكر عليه طبعا ويزجره ان استطاع ان يزجره. ماذا يذكره؟ ولك يزجره يهجره يزجره يز يا زاي جيم راء هاء. ما معنى كلمة معلش يا سيدنا؟ مش عارف. الزجر النهي الشديد. ها؟ النهي الشديد. النهي بس وبعدين على حسب الحال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسأل سؤال. سالي. دلوقتي انا مدرسة في مدرسة. مدرسة في المدرسة. مدرسة في مدرسة فيها عجز كبير في المدرسين. في فيها عجز، فيها عدد مدرسين قليل. عجز شديد في المدرسين والمدرسات. وبعد تمام. في اصول ما بيدخلهاش مدرسين طول السنة. طول السنة ما في مدرسة مواد معينة. نجي فترة الامتحانات في مدرسين بقى بسبب العجز ده وان الفصول دي ما دخلناهاش مدرسين بيدخلوا يغششوا الطلبة اللجنة اللي انا ببقى واقفة فيها. بيجي لمرحلة التصحيح المدير والوكيل لازم تصححوا تنجحوا كله علشان النتيجة ما ترجعش تاني. كله تزوير في تزوير يعني. يعني لازم تنجحوا نسبة كبيرة من الطلبة. ايوه كله تزوير في تزوير. تمام. يجي الورق يروح الإدارة، الإدارة تخرج تستلم ترجعوا لنا تاني علشان خاطر نعيد تصحيحه وندي درجات بزيادة لطلبة ما تستحقش. كله غش في غش. النتيجة توصل لنسبة 70% فيقعدوا يستلموها. ماشي. بس فأنا كده محتارة بصراحة مش عارفة يعني. ممكن تبتعد عن الامتحانات تخليكي في التدريس فقط. ما هو ما ينفعش إن أنا أتغيب للأسف في الامتحانات هتجازة. والله ما عندي شيء، لو مكانك هترك العمل. كل تزوير في تزوير بهذه الصورة. ما استطيع اتكلم الا بهذا. لا استطيع ان اقول لك شيء ولا استطيع ان اقول لك زوري. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. خير لك من الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى. اتفضل. اعتذر ليك، انا كنت بسألك على جاري اللي كنت هاخد منه الفلوس واردها له واحنا مسكين، بس الخط قطع. حضرتك قلت لي مالكش تسأل اصل الفلوس منين. ايوه انت رجل موسوس، انت جاي تقترض مني مبلغ من المال. هتعمل معايا محاكمة تحاكمني انت منين جايب الفلوس من المال. انا بكتب مني بخاف تقام الفلوس الحرام هي يا حبيبي. مالك تسأل يا حبيبي، لكن يعني الله يسلمك. اعمل ايه؟ هو جارك ده مشهور انه حرامي؟ لا خلاص. منه وارثها هو كمنه وارثها. طيب هو وارثها مصدرها. هو وارثها وارثها الارث حلال. هو وارثها. انت هتحاكم والده تقول طب والده كان جابها منين؟ والده توفى من زمان وكان شغال في شركه كبيره وكان معروف ان هو ليه معارف وليه سلطات وبتاع، فانا خايف يكون هو. يا اخي ما توسوس، رجاء الوجه لا تسكت خلاص. يعني انا اتوكل على الله واخدها ولا ما اخدهاش؟ اتوكل على الله ولا تستدين. اذا احببت ان لا تستدين لا تستدين. لو قدرت ان انا ما استدينش ما استدينش. لو حاجه ليس لأن ليس لان المال حرام، لكن لا احب لك ان تستدين. ربنا يحفظك رب. بارك الله فيك يا من قلت بنتي قرة عيني. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ياسم محب لفتاة متدينة ملتزمة مرتدية للحجاب الشرعي ولكن تاركها لحالها؟ هل ياسم على حبها له؟ ولكن ايه؟ هل ياسم لحبه لها؟ ما صفتها الأخيرة التي أنت سكت عنها؟ مرتدية للحجاب الشرعي وملتزمة متدينة. أيوة. طيب الحب في القلب ولا ترجمه لشيء آخر؟ نعم. الحب مستقر في القلب ولا ستترجمه؟ نعم في القلب يا شيخ قنفاطي. وساكت خالص صامت. نعم صامت ما تتكلمش ولا يعني وعينك تغض البصر؟ نعم خالص ولا أي حاجة. لا كلمة ولا بصر ولا أي حاجة؟ لا كله في القلب. في القلب فقط. خلاص أنت مش مسؤول عن منتظرها في المستقبل إن شاء الله. ها؟ منتظرها في المستقبل إن شاء الله. طيب تقدم لأبيها. لأن أنت بتشتغل إيه؟ في مصنع. وهي إيه؟ لسه تعليم إن شاء الله. سنة إيه يعني؟ تالتة إيه يعني؟ تالتة سنة. ما تقدم لأبيها تخطبها، هي المشكلة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. يا رب يا هادي يا رب. السلام عليكم. نعم مصطفى. نعم مصطفى. لا تأسف، أنا أتوكل على الله وأخذ منه المبلغ وأسده بالطريقة المتفق عليه. أنصحك تتعالج. شكرا جزيلا يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. صحيح يعني انصح يتعالج ولكن بمثل عائشة بنت محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. انت مريض شيخ الحبيب؟ ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى معايا؟ اي ارفع صوتك. نعم معك، ارفع صوتك حتى يسمعك المسلمون. انا اسف. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. سامحنا يا شيخ، في الفترة الماضية عند بعض الناس كثير منهم الآيات اللي بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون الظالمون. نعم. في فهم مخلوط عند بعض الناس أن هذه الآيات صبت فقط على الحكام. ما ان احنا كرعية بنفعل افعيل فيما بيننا وبعض لا نتحاكم فيها شرع الله، فهل ينصب عليها الحكم؟ هي منزلة على القضاء والحكام بالدرجة الاولى. نعم. ونحن نأثم لا اذا لم نرد الامور لله، لان الله قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. نعم. فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم نعم. الجميع كل من تحته ولاية. نعم. لكن الحكام المتخصصون في الحكم على الناس داخلون فيها بالدرجة الأولى. نعم. يا ربي. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. الله يكرمك. الله يبارك فيك. تفضل. دلوقتي بالنسبة لفدية رمضان، فدية رمضان انا بيبقى ناس بيجيبوا لي يعني فلوس وكده وبطلع فدية رمضان في المسجد يعني بالوكالة وكده. يعني ايه فدية رمضان؟ اللي هو اطعام يعني عن مسكين، اطعام يوم عن رمضان يعني. فطبعا باجي اطلع فساعات في ناس جابت لي فلوس وانا ما اعرفش مثلا في ورقة ولفنها، فالمبالغ بتبقى ضعيفة على اساس ان انا بطلع ساعات كيلو ونص او كيلو و400 جرام رز عن الفرد. هل ده كده صح او انا يعني اعمل ايه في الاطعام؟ بالنسبة لرمضان أو يعني المقدار يبقى ايه؟ يعني مثلا في واحد بيجيب لك 5 جنيه ويقول لك اطعم لي مسكين ولا ايه؟ مش فاهم. لا يعني مثلا بيجيب لي 20 جنيه يقول لك ماذا؟ يديني دول 10 ايام، 20 في 30 مثلا 600 جنيه، يقول لي دول بتوع رمضان. طيب كل رمضان علبة الكشري بكام عندكم في بلدكم؟ علبة الكشري دلوقتي يعني ممكن 15 كده حاجة زي. خلاص هات علبة الكشري كبرها شوية ب 20 واخلص. ماشي ربنا يجزيك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ رب
الحمد لله الحمد لله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال بس عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو والله لا لن تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ايوه. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اكسوا السلام بينكم. نعم عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طب يا شيخ لو سمحت معنى يعني تحابوا يعني كلكم تحاب بعضكم بعضا في الله. طيب يا شيخ افرض يعني نفرض ان انا مثلا في ناس كده يعني في يعني ما بحبهمش غصب عني. تحبهم في الله في الله يعني مش لازم. طيب لو انا بغض مثلا حد اللي معصيته مثلا واحد مش بشوفه. لا لا, لا, لا انت خارج من هذا. هذا البغض نعم. البغض في الله من الايمان ايضا. نعم. ايوه. اوثق وراء الايمان الحب في الله والبغض في الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال مولانا؟ الحمد لله بخير. كان عندي استفسار في كم حديث كده بعد اذنك. تفضل. في حديث مهما ذكرني كان رواه ابو داود ورواه الترمذي ولكن مكتوب في الهامش تحت ان ضعفه الامام الالباني. طب اي كلام ياخذ الترمذي ولا الامام الالباني؟ انت الاشكال عندك حديث الكيس من دلانا نفسه. ايوه ان سالتني عن رايي فيه فسنده ضعيف لكن المعنى يصح. السند ضعيف لكن المعنى يصح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب بعد إذنك يا شيخنا أنا جوزي بيشتغل في شركة خاصة محاسب. صاحب العمل بيطلب منه إن هو يعمل ميزانية. يعمل إزار في الميزانية يعني ولا إيه؟ نعم. تطلب منه إنه يزار في الميزانية حتى يتفادى الضرائب و الزكاة. لا مش قصدي كده، هو الميزانية دي بياخد بيها بياخد بورقها قرض. عفوا الميزانية للقرض فقط ولا الميزانية للأعمال الأخرى غير القرض أيضا؟ هي ينفع لأعمال أخرى بس إحنا بنكون عارفين إن هي للقرض. والله يا أختي ما أملك إلا أن أذكرك وأذكر زوجك بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما وراء ذلك دبروا أنفسكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا ازيك؟ الحمد لله. عايز تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم يا شيخ. يكون بينك وبين زوجتك ود وحنية وكل يوم عاملة لك أكل حلو وشرب حلو ويعني سواء كان معقود عليها كل يوم في زيارات و يعني بين الرجل وزوجته بس ولا بين المسلمين؟ هي الآية واردة في المطلقة قبل المسيس، طلقة قبل الدخلة، لكن بعمومات العبرة بعموم الألفاظ. أنت معك شريك مشارك شخص وبينكم توادد وأصفار ورحت أتمرت معه وسافرت معه وأطعمك وأطعمته ثم دب خلاف. دب الخلاف واحد منكم ظالم ومنكم مظلوم. يعني تذكر ايضا الفضل الذي كان بينكم ولا تبالغ ولا تفجر في الخصومه. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الله يسلمك. انا كنت يا عم الشيخ كان ربنا يعني ايه ابتلاني بمرض. الله يعافيك. من 3 سنين والحمد لله ربنا شفاني وكافئني واجتهدت وحفظت القران في 7 شهور من قريب. اللهم لما حفظت القران اتجهت في طريق قلت هتعلم القراءات والحاجات دي يعني ان شاء الله ييسر لي الامر يا رب. والفتره اللي فاتت دي اهملت شويه فاخويا شاف لي رؤيه من 3 ايام كان في وقت الظهر يعني نام بعد الظهر وقال لي شفتك معاك عجله وبتعديها من قصاد بحر كبير ومش عارف تعديها. فجاه هو شاف الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف قال له ده اخويا وابتلى ربنا بله من مرض كذا وكذا وكذا وبتاع وربنا شفاه وحفظ القران قال ان شاء الله ماجور. فخد العجله مني
وعداها بسهوله جدا. طيب. خدني من ايدي وطلعني كده سلم عالي وبابا اوضه خلاص هو صحي يعني. الله يجعلها خير. والله شكلها طيب الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك سيدنا جبريل لما نزل على النبي وقال له اقرا عليه الصلاه والسلام، النبي قال له ما انا بقارئ، وكان اطلعه على صحيفه معينه يقرا منها مثلا ولا لا؟ ما في، ما اطلع على اي شيء. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. ما سمحت يا شيخ دلوقتي لو انا سهيت عن صلاه العشاء اليوم وتذكرتها عند صلاة الظهر غدا، هل أصليها؟ صليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. تمام يا شيخ، جزاك الله خيرا. حياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. يا رب واياك والسامعين. سامعك. دلوقتي والدتي انا عاوز اسافر بره البلد، والدتي بتقول لي هغضب عليك لو سافرت. فتنصحني بايه وجه الله؟ ما سبب سفرك وما سبب معارضه امك لك؟ سبب سفري ان انا ليا اختي على وش جواز وانا عاوز اجهزها. طيب. انا متزوج الحمد لله رب العالمين بقالي سنه، ووالدتي وزوجتي موافقه ان انا اسافر يعني. طيب، يعني انت هتسافر من اجل جمع مال لتزويج اختك ولافافها. نعم، ووالدتي بتقول لي يا ابني انت وحيد ومفيش حد في البيت، والدي كبير في السن وانا المسؤول على البيت يعني اعتبر كله، والحمد لله ماشي الحال هنا بناكل ونشرب، لكن بالنسبه للسفر هو الايه؟ طيب وما حل، ما طريقة الحل عند أمك لتزويج أختك؟ هي بتقول ربنا هيسهل زي ما ربنا رزقك في شغلك إن أنت تتجوز الفترة اللي فاتت هتتجوز أختك، وطبعًا بس أنا بجهز نفسي من سنين، من 10 سنين أو أكتر، لكن أختي مثلًا لو كده هتعوز سنة سنتين بالكتير، فأنا ما أقدرش ألم في الجهاز في الفترة دي. وأنت الله يصلي على النبي محمد، جات لك شغلة مناسبة؟ هو أنا ببحث في العمل، وطبعا إن شاء الله ربنا هيوفق طالما الواحد بيسعى بأمر الله. والله أنا يعني أبوك متهالك تماما ولا أبوك يعني في رمق؟ والدي يعني من سنين طويلة ما بيصرفش على البيت خالص، يعني هو يعني غير مسؤول عن البيت. لا لا، صحته صحته. لا صحته على قد يعني، بيقضي ممكن يجيب مشوار طلب البيت حاجة بسيطة كده، إنما هو يعني ما بيتحركش كتير يعني. والله أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر الله ثم أشكرك. على حرصك على أختك وعلى إعفافها، وعلى حرصك على والديك، وعلى سؤالك عما ينفعك في دينك. فأنصحك بحسن الخلق وأن تقنع الوالدة بطريقة طيبة أن تسافر، لأنك تسافر سفر طاعة لإعفاف أخت لك. أختك كم بلغ عمرها؟ 19 دخل على 20. الله يبارك لها يا رب، الله يبارك لها يا رب ويسر لها. فأنصحك تقنع أمك بالحسنى، تقنع أمك بالحسنى، جزاك الله خيرا. الحمد لله أن في الإسلام ناس طيبة تهتم بأخواتها وبإخوانها، وفي ناس لا يبالون بذلك. الحمد لله أن في المسلمين شباب طيبون يريد أن يسافر ويجد ويجتهد لإعفاف أخته. الحمد لله. بهذا القدر اجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وهو رب وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق،
محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا يا رب العالمين. اجعل يا رب في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا واجعلنا نورا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا ظهيرا ونصيرا ومعينا، وكن علي وكن لنا يا ربنا لنا ظهيرا. اللهم كن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وكيلا، كن عنا وكيلا، وكن لنا ظهيرا، وكن لنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم طيب أخلاقنا، اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا خير حافظا احفظنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.